حتى يتبين لهم أنه الحق. حقيقة أيها الأحبة، انظروا، القرآن العظيم يعطينا إشارات رائعة جدا. آخر سورتين في القرآن أراد الله أن تكونا المعوذتين، ليس عبثا أيها الأحبة، الله لا يضع شيئا عبثا في كتابه. وأراد أن يبدأ أول شيء في كتابه بسورة الشفاء، وهي سورة الفاتحة. إذن بدأ بسورة تتعلق بالشفاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها سورة الشفاء، وختم بالمعوذتين من الشيطان والمس والحاسد والعين وغير ذلك. طيب ماذا يريد أن يقول لنا القرآن؟ يريد أن يقول لنا احذر هذه الأمراض، لأنها قد تودي بحياتك وقد تودي بآخرتك أيضا، لأن الإنسان إذا استحوذ عليه الشيطان ينسيه ذكر الله، يجعله مهموما في هذه الدنيا خائفا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إذن أيها الأحبة، علاج الخوف أن تبتعد عن الشيطان، لا تعترف بقدرة الشيطان عليك. إياك أن تظن أن الشيطان من الممكن أن يؤذيك أو أن يفعل أي شيء يضرك. على فكرة يعني الشيطان أيها الأحبة أضعف بكثير مما نتصور. الله سبحانه وتعالى يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. معادلة غريبة جدا. بنفس الوقت يقول لك إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا، ويقول لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ينبغي أن تعتقد أن هذا الشيطان ليس له تأثير، ولكن بنفس الوقت ينبغي أن تعتبر أن هناك عدوا يتربص بك غير مرئي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا العدو الخفي موجود الآن أيها الأحبة بيننا هنا. الله حذرني منه وجعل آخر سورتين في القرآن، يعني لم يجعلهما سور تتعلق بالصلاة أو الزكاة أو العبادات أو الأخلاق أو مثلا التشريع أو القصص، لا، ختم القرآن بسورتين ليلفت انتباهك إلى أهمية هذا الموضوع الذي نغفل عنه، ربما معظمنا يغفل عنه، لا أريد أن أقول جميعا، بل معظمنا يغفل عن موضوع الشيطان في حياتنا. الآن ما هو العلاج؟ العلاج أن نلجأ إلى القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكلمة شفاء هنا أيها الأحبة، لم يحدد القرآن العظيم نوع الشفاء، لم يقل شفاء من الأمراض النفسية كما فسر البعض ذلك، لم يقل شفاء من الوساوس، لم يقل شفاء من الاضطرابات النفسية. كلمة شفاء تشمل كل خلل يصيب جسدك، سرطان، إحباط، انفصام شخصية، أمراض الجلد، كل ما طبعا هذه عقيدة راسخة وجدتها يقينا وجربتها، وكما يقال يعني خير من تسأل من جرب، اسأل مجربا ولا تسأل حكيما، لأن المجرب عانى كثيرا حتى وصل إلى هذه النتيجة التي يقدمها لك على طبق من ذهب. طيب ما هي الآية التي يمكن أن يطمئن قلبي بها إذا كنت مضطربا محبطا؟ يعني هناك أناس لديهم خمول، تجد أنه تمر علينا جميعا طبعا، تمر لحظات تشعر أنك لا تريد أن تعمل أي شيء، تكره هذه الحياة، ليس لديك رغبة بتنفيذ أي عمل، حتى تجد أن جسدك صحتك خاملة، وتجد أنك محبط.
بخاصة في هذا العصر الإحباط كثير أيها الأحبة، الإحباط كثير للأسف. بعد البحث يعني حقيقة وجدت أن سبب هذا الإحباط هو أساسا عدم الثقة بالله عز وجل، وعدم تذكر قدرة الله ولقاء الله وتذكر الموت، وعدم تكرار بعض الآيات التي تعطيك شيء من الفرح في قلبك. يعني خذوا مثال على ذلك، رددوا هذه الآية واحفظوها، ينبغي أن نحفظ أيها الأحبة، لا يكفي أن نستمع إلى القرآن ونمشي، يعني هذه الدقائق احفظ هذه الآية، على الأقل تكون استفدت بآية، خرجت بآية من هذا الفيديو. قل، وهنا كلمة قل سبحان الله كما قلنا لكم مرارا أنها تشير إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد، فكأن الله يريد أن يذكرك بمعاناة هذا النبي، بصبر هذا النبي، ويذكرك أيضا بفرح هذا النبي برحمة ربه. لذلك لم يقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، قال قل بفضل الله، لكي تستحضر عظمة هذا النبي الكريم أمامك، وتتذكر كيف صبر وكيف بلغ المنزل العليا عند الله سبحانه وتعالى بسبب صبره وخدمته لكلام الله سبحانه وتعالى، وعدم يعني غروره بالدنيا، لم يكن مغرورا بهذه الدنيا. لذلك النبي لم يعاني من إحباط ولا اكتئاب، كان فقط يضيق صدره وربما يحزن أحيانا شيء قليل على أنهم لم يؤمنوا. هو يريد لهم الخير، لا يحزن على نفسه ولا يكتئب على نفسه. طبعا النبي لا يكتئب صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عليه الصلاة والسلام كما وصف القرآن، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، يعني أيها النبي هؤلاء الذين يؤذونك بكلامهم، هذا الكلام يحدث لديك ضيقا في الصدر، أنت تريد لهم الخير وهم يريدون لك الشر، أنت تريد أن تطهرهم من الذنوب والمعاصي والآثام، حرمت عليهم الخمر رحمة بهم لتبعدهم عن الأمراض، حرمت عليهم الزنا لتبعدهم عن الأمراض والمشاكل الاجتماعية والأمراض إلى آخره، أمرتهم بكل ما ينفعهم بالصيام، فوائد الصيام عظيمة جدا أيها الأحبة، على الرغم من ذلك كانوا يؤذون النبي ويستهزئون. ونرى اليوم سبحان الله بعض أو شيئا من هذا الاستهزاء يتكرر، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون. طيب ماذا يفعل، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يذهب للحرب أو القتال؟ لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لك إن أفضل علاج لضيق الصدر هو التسبيح، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قالها 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر أيها الأحبة. يعني الحقيقة هذه الآية عظيمة جدا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه آية الفرح، يمكن أن أسميها آية الفرح في القرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عندما تكرر هذه الآية وتتذكر هذا الحبيب بكلمة قل، قل يا محمد، تتذكر أن هذا الكلام وصلك عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك الله عز وجل أن تفرح برحمة الله، لا تفرح بالدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هو خير مما يجمعون، خير من الأموال، خير من الرزق، خير من متاع الدنيا، خير مما يجمعون.
هذه الآية أودع الله فيها سرا عظيما، حيث تبعث الفرح والسرور في قلب صاحبها. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة أن يملأ قلوبنا فرحا برحمته عز وجل، وأن نكون من عباده المؤمنين. نستكمل إن شاء الله هذا البرنامج العلاجي في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.